مرة مسك أبوه واقفة مع شب من الحارة بحبه وبتحبه، قام يا حرام شو عمل لقتلة ماكنة وحلف يمين غير يجوزها لشريف العتال. شريف العتال؟ لك حدا بيرمي بنته هيك رمية؟ اي والله يا ابن عمي، ولكم مو اي بنت، زهور بنت بتطير العقل مثل فلقة القمر، احلى بنت بكل الحارة. لحما يا حسرتي عليكي يا جارتنا، لك حي لازم ياخذها واحد يقدرها ويستتها. اي والله لهيك انا بزعل عليها كثير، وبدق بابا كل يومين بتجي لعندي بتقعد بتبكي يا حرام وبتشكي لي همه، وبتاكل كل الحلو يلي بتجيبه انت. ليش وعلي؟ الحلو للحلو. ايوه شكلك كثير ثقت بالقصه كان ما. لك شبك، قصدي انت الحلوه. لك شبك، انت من حلاوتك ومن اكلك الحلو رح تخسريني بالدكان. انت خلص اكل حلو بقى، دبقتي والله دبقتي. تأمر قلبي خجلتني، رح ساوي لك كاسة شاي غير شكل. يلا قومي يلا. لك ان شاء الله بطلقت بنصنا قرتي. والله اشتهيتك بهالتفاحات اللي مثل خدودك، انا ان شاء الله بيقبل قلبي الوش الحلو. ايه وبتعرف تتغزل كمان. اروح. شو روح؟ ليش بدي روح؟ اذا انا ما بعرف اتغزل مين بدي اتغزل فيكي؟ ليك زهور، والله قلبي طيب وبحبك وبموت عليكي. شو امين؟ لا يحبك الحب وغضب الرب الهي بعد، انتظر لورا روح. ليك بدي احاكيك كلمه، صحيح انا درويش وعلى باب الله، بس عندي كرامه بوزعها العالم كلها، لا تبل شي ترفسي فيني. بالله يعني نقحت عليك كرامتك يا بعدي. قال ايه ام امي، قوم روح من وشي. ليش وين بدي روح؟ اعطيني بوسه كرمال النبي. بس بحب ماي بعد لك لك بس بعد بس لك روح. طب وين؟ مين؟ السلام عليكم يا اختي، انا شغيل المعلم جمال. مين جمال؟ مو هون بيت شريف العتال؟ اي هون بيت الراب السخن. هي معناها مالي غلطان، المعلم جمال بعث لك هدول الاغراض وبيقول لك لا تجيبي سيره لجوزك ولا حتى لمرته. تفضلي اختي شرفي. السلام عليكم. جوز عايدة؟ اي والله جمال بياع الحلو. لك شو بده مني لحتى يبعث لي هيك شيء؟ اكيد مرته قايلت له عني، الا اني لا بعرفه ولا بيعرفني. شو هالريحه اللي بتغوي بالقلب؟ ايش وعليه؟ مناكل حلو وما منخبر حدا كمان. أنا جمال صاحب محل الحلو، جايب لك معي كم قطعة حلو. تحية. اللهم صل على سيدنا محمد. يا قسما بالله العظيم هيدا مقصرة. قالت لي عندك حلو بس مو لهالدرجة. معلم جمال، أنت كيف بتجي لهون مو خايف حدا يشوفك؟ لك مرتي راحت على بيت أهلها. قلت لحالي بغتنم الفرصة يعني بجي بدوقك كم صفط حلو من تبعاتي. فوت ضيفك قهوة وندوق الحلو سوا. ما قلتي لي شلون حتى خطرنا على بالي؟ يا عم اشتقت لك من صمصوم قلبي. حليانة لك زهور، شو هالجمال هاد؟ خجلتني يا امو، والله العظيم حاسة حالي هيك مثل الفراش اللي عم بتطير، حاسة حالي إني عايشة. لك يا عيني عليكي، وين هيك؟ لتكوني حاببتي لشريف؟ شريف يا امو شريف، أي عدمني شريف إلهي، أي مو طايقة أشم ريحته يا امو بوس، ليك بدي أتطلق منه ما بكفي صلي سنتين ما حبلت. إيه
بهاي انا ما بقدر الا اكون معك. معلش لك يا مو، طلبي الطلاق، بركي الله بيبعث لك نصيب احسن منه. هي والله ريحتيني، كنت حاطه ايدي على قلبي انك تعارضيني. لو قبل 5 شهور ما كنت بسترجي لك هيك شيء، لانه ابوك الله يرحمه ما كان رح يقبل. اي والله الله يرحمه، يا ريتني حكيت لك من الاول، كنت هلا خلصت منه. اي بس ما قلت لي يا مزهور، شو سر هالانبساط هذا كله؟ ان شاء الله بيقبرني وشك انا لك. اما بكفي عم بتطلع فيك تقبريني وجاي اتغدى معك. ايه يا ميت اهلين وسهلين. تقبريني ايه. ولك عم انك انا حبلي حبلي هالولد منك انت. شو عرفتك انه مني؟ بلكي من الاهبل جوزك. لك صار لي 2 سنين من تجوزته ما حبلت منه ولا مره وحده، من يوم اللي تعرفت عليك حبلت. ايه مو مشكله، جوزك نص اجدب يعني اهبل بينضحك عليه، زرعي براسه انه هذا الولد منه وخلصنا. شو يعني؟ ما بدك تتجوزني؟ لك انا صار لي فترة عم نقع عليه، طلقني طلقني ووافق. شو تطلقي ما تطلقي؟ لا خليكي عنده. انا كل بين فترة والثانية بعمل عليكي ناظور وخلصنا. هلا هيك يا جمال؟ لك انا ما صدقت ارتاح منه ومن قرفه واتجوزك وعيش انا وابني معك. اول ما تعرفت عليكي سلمتيني حالك على السريع. لو كان غير هيك كنت يجوز اتجوزك على مرتي. انا شو عرفني؟ بلكي بعد ما تجوزتك رح تفوتي واحد من ورا ضهري مثل ما عملتي مع جوزي. سلام. الله يوفقك يا جمال يا كلب. والله والله وربي لندمك، بفرجيك نص رماي. خير؟ شو صاير معك؟ لك احكي شو القصة؟ ما في شي، حاجتنا مشان الله. لك شلون ما في شي؟ لك حاسك تعبانة كتير. لتكوني حبلي؟ والله شو يا ما بك شي؟ طلعت بتفهم بقصص النسوان؟ بصلاة النبي بصلاة النبي حبلي. يعني رح صير اخ يا ربي ما اهبلك، وانت لك شهوة أكثر ما صار بيني وبينك شيء. لك احكي رح صير طيب شو رأيك اعمل لي كاسة زهورات ترجعي على الأول؟ يلا. لك اخ اخ لو يقبل جمال الكلب يتجوزني ما كانت انحلت مشكلتي، بس هلا شو بدي احمل انا؟ لك شو بدي ساوي؟ قسما بالله هي الخدعة اللي اخترعتيها انه انا البس اللاية وفوت لعندك سري مري احلى فكرة بالعالم كله. ايه طبعا منيحة وإلك بالذات، وبالاخص انه انت ما بدك حدا يعرف بعلاقتنا ولا بدك تعترف على ابنك. خلصنا دهور، خلينا نعيش حياتنا هيك بسلام، كل بين فترة والتانية يا بجي لعندك بتروقيني يا بروقي. طيب وابنك؟ قلك علي انه عايشوا مثل اولادي بالضبط، ما ينقصوا شيء بالمره، بس قسما بالله العظيم اذا مرتي بتعرف لا تشخطني شخط. طيب اشرب لي الكاسه هلا بينما انا امه وغير لك هندامي وارجع لك على سنكه 10 ولا روقك اخر روق. لا هذيك المره انت روقتيني، هلا دوري انا. Yeah!
زهور، نحن سكتنا. سكتنا عن جريمتك واعتبرناها جريمة شرف، باعتبارك كنت عم تدافع عن حالك لأنه جمال اعتدى عليكي. بس وقت اللي اجى رياض شغيله لجمال وحكالي كل شيء، انقلبت كل المعادلة. اكتشفنا انه انت على علاقة مع جمال وحبلتي من جمال. وقت يتنكر لهذا الشيء رحتي وهددتي، وقت اللي ما رد عليكي رحتي وقتلتي. شو؟ صح هالحكي ولا لا؟ صح زهور، مظبوط هذا الحكي اللي عم اسمعه؟ مظبوط هذا الحكي 100%. مظبوط يا باطي، مظبوط يا حقيرة يا كلبة. لك عملتي كل هالعمايل مشان ترضيه؟ لك أنا شو عملت معك؟ لك أنا مستعد كنت أعمل كل شيء مشان أشوف ضحكتها بس. الله يوفقك، لك كسرتي بخاطري. بوسيدك بوسيدك يا حضرة الوسماشي، إذا بتشنقوها بتكون ريحت. رح تنشنق أكيد. شو بكي؟ أنت طالق؟ طالق؟ لك أنت ما بدك تزوي على حالك بقى، يخرب بيتك من حالك. ما كنت تفهمي إنه ما إلك شي عنا؟ العبها بعيونك شو دبقى؟ أمينة، أنا إلي حق عندك وعند جوزك وبدي أخده غصبا عنك وعنه. شفيقة، اخرسي وشدي نيعك، ومالك شي عندي بالبيت. نلعن بيتي. أنا عم تقلعني من بيت أختي يلي ما بتخاف ربك؟ لك هذا بيت أختي درية يا أبو تحسين، بيت أختي اللي ماتت بسببك. إن شاء الله بتلحقيها لأختك يا حق يا شاضومة يا نورية. جاي ترمي بلاكي علينا بوسط بيتنا؟ يخرب بيتها. لك الله لا يوفقك يا أبو تحسين، الله لا يوفقك. قديش كانت أختي طيبة وحنونة ووثقت فيك، وأنت رحت سرقتها ونهبت أملاكها ورحت تجوزتها الشرشوحة بعد ما ماتت. ابن عمي سكتها ها أحسن ما يصير شيء، والله العظيم ما يعجبك شني عفورة بغلي منها. شفيقة، هاي آخر مرة بقلك لا بقى تجي لعنا، ومالك حق عنا. فرقينا بريحة طيبة منيح لعمى بوش مين لما تصبح اليوم؟ أمي بدك تصبح يعني غير بوش السحلية؟ لا أنت صعبتك برباك. تركيا 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 تركيا. ولك يا ظالم يا ظالم، انت ولا شيء ولا شيء ولا شيء، وكل هالمال كانت وكل هالنعيم اللي عايش فيه من مال اختي. مزبوط من مال اختك. اختك قبل ما تموت كتبت كل شيء باسمي لانه بتحبني وبتعرفني من وانا. بالله بالله، قصدك سرقتها ونهبت املاكها وضحكت علي وقعت على سندات بعد ما ماتت. شفيقه عم بقول لك خرسيها. هاي الاملاك مو من حقك، هذا المال مال ابن اختي ولازم انت تحط ببالك هالشيء. مزبوط من حق ابن اختي وانا مؤتمن عليه، هو ابني. طالما ابنك مؤتمن عليه ليك صار شاب ما شاء الله، ما تعطي حقه؟ وانت شو دخلك بالله؟ انا خالته، انا خالته اخت امه وخايفه عليه منك ومن هالحرباية. ما اصلا انت كل اللي قاهرك واللي غايزك انك ما اخذت شيء من املاك اختي، مو هي عامله حالها وعامله هالحساب وراح سجلت كل شيء بتملكه باسم ابن عمي لانه مأمنه فيه. لا تفهم تفهم. لك الله اكبر عليكم. شو عليه؟ إلي مال عندكم ورح أخده بالزور. ماشي يلا إلعي. لكن إلعي الحقها الحقها حقي حقها إن شاء الله. يخرب بيتها شو نصابة. لك بلها موطية بلها موطية، قد ما قلت لك بلها موطية. الله لا يوفقك يا أبو تحسين، أكل مال أختي هيك عينك عينك. لك يا خالتي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ تحسين لازم تسمعني. لك شو بدي أسمعك؟ شو بدك يعني تعليني مع أبي؟ لك يا خالتي أنا خايفة عليك وعلى مصلحتك، أنت ما لازم تسكت عن حقك بنوب. لك حق شو اللي عم تحكي عنه يا خالتي؟ من وقت ما رجعتي من بيروت وأنت طوشتي راسي، فهميني. لك حقك من مال أختي. لك يا تحسين هي المال كانت كلياتها اللي عم يتبختر فيها أبوك والشاضومة مرته، كلياتها من أملاكك أنت، مال أختي إلك أنت أملاكك هي. إيه بس أبي ماله مقصر معي بنوب.
لك امك مستحيل تسجل شيء باسم ابوك يا تحسين، فاهم علي؟ هو ضحك علي ونهبها ونهب ممتلكاتها كلياتها، وراح بصمها على سندات بالزور وهي بعد ما ماتت، وليكك ليكك ضحك عليك وعم شغلك اجير عنده. ايوه، يعني هلا شو بدك كان يساوي؟ يا تحسين لازم تاخذ كل المال كانت وتسجلها باسمك، عم تفهم علي؟ أنا خالتك وحريصة على مصلحتك. أمينة مرت أبوك بدها تاخذ كل الأملاك وتعطيها لأولادها وطالعك أنت بلوشي، عم تفهم ولا ما عم تفهم؟ لك هو ما خلاني آخذك لربيك، راح تجوز هالحرباية. عيني خير خالتي، عيني خير. بس وعدني إنك تاخذ حقك. بوعدك، لا تاكلي أهم شي أنت. تحسين، شو جابك الظهر تارك الحمام وجاي لهون؟ والله جاي اتغدى يا بي. شو عدا ما بدا بدك تتغدى بالبيت؟ بالعادة تتغدى بالحمام. هيك اجى على بالي اتغدى بالبيت، اجيت لاتغدى. لا مو على كيفك، تحمل ضرب طريقك وبتروح على الحمام، بتبعت اثنين من الصناعية ياخذوا لك الغداء. ايوه يا بي، هلا بدي اسألك سؤال. تفضل سؤال. لما أمي توفت الله يرحمها، قبل ما تموت ما قالت لك إنه كل شيء أملاك كتبت لك إياها باسمك بس ليكبر تحسين ترجع بتكتب له إياها باسمه؟ شو ما سمعت أملاكك؟ شكلك متصبح بخالتك شفيقة، ما هيك؟ مرت أبي، أنت لا تتدخلي بالمرة، أنا عم بحكي مع أبي. وإذا ما عطيتك حقها شو بتعمل؟ ما بعمل شيء يا أبي، ما بعمل شيء. أنا رايح الحمام. تحسين، لا تنسى أنك ابني يا تحسين، وحقك من أمك محفوظ، وإمتى ما بدك بتنازل لك عنه، ورح تاخده على آخر دوز بارا، وكل شي بملكه أماني برقبتي من أمك إلك. الله يخلي لي إياك يا أبي ويطول بعمرك. أم تحسين، أمينة حطي له غدا لتحسين. حاضر. دللي عود يا بيعود. شو أمينة؟ مو على عادتي باربة موزك وقاعدة؟ من حق الكلام اللي سمعته اليوم ابن عمي؟ شو سمعتي؟ بدك تعطي كل شي لتحسين؟ بحقه، وصية أمه إله. لك هذا الرزق أنت اللي ساويته وكبرته وتعبان عليه، ما اختلفنا حقه وحق اخواته وين راح؟ لك شو مفكرتيني اجدب لحتى اعطيه لتحسين هالمصاري؟ يلي عم تفكر فيه شفيقه، انا نسيانه، انا اللي كبرت المال. معقول اعطيه لتحسين؟ ايه ما بياخذ مني قرش. هيك لك شو عليه؟ والله طلع حكيك مظبوط يا خالتي شفيقة. عبرني انا. شو تحسين؟ شايفك لساتك بأواعي النوم، ما بدك تروح الحمام؟ لا والله ما بدي روح، عم فكر ابعت ورا كاتب العدل منشان تتنازل لي على الحصص اللي تركت لي اياهم امي عندك، ترجعهم لاسمي يعني. شبك عم تطلع فيني هي؟ أنا بدي ورثة أمي. شو؟ مالي حق عندها؟ قلي إذا مالي حق مشان أعرف شو أعمل. لا حبيبي مالك حق، هذا الرزق رزق أبوك، هو اللي كبره وساواه، يعني من حقه إله، وأنت بتاخذ حصتك مثلك مثل إخواتك، وأبوك بيقرر هذا الشيء. ولك أنا كم مرة قلت لك أنت لا تتدخلي بيني وبين أبي؟ ولك أنت شو دخلك؟
لا يا تحسين لا، ما أنا اللي ربيتك وتعبت عليك وكبرتك ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس ربيتيني وسرتي علي الليالي مو محبة فيني، محبة بالمصاري والمالكانات يلي تركت لي إياها أمي، وهلأ ليكم عايشين أنتوا وإخواتي وعم تتنعموا فيها أنتوا الاثنين. خلاص يا كلب. اوعك تقول خلاص أو ترفع إيدك علي. فكرك أنا ما بعرف أنتوا اثنين شو عاملين، ما بعرف أنه بصمت لأمي على الحجج وزورت وقلت أنه المالكانات هدون أمي كتبت لك ياهن. لا بتكون غلطان، أنا بعرف كل شيء وأنا بعرف أنت شو عملت، بعرف أنك أنت اللي زورت كل شيء واخذت كل شيء من طمعك. اسمعك بكون بعلمك أي شيء بكون تعملوه أنا هلأ قايم خبر الكراكون، خبر الكراكون على كل شيء عملتوه ومنشوف. تحسين تشتكي على أبوك؟ قولك إيه؟ جاوبني أنت اللي قتلته ولا لا؟ إيه أنا قتلته، وهي اللي حاجتني إنه قتلها، كانت على طول مناخيرها لفوق عم تعاملني معاملة إنه أنا أجير عندها مو زوج عندها، شايفة حالها بمكاناتها وملكها، خلتني قتلها وأخنقها كمان. ولك ليش؟ ليش حرمتني من أمي؟ ولك ليش قتلتها؟ لك ليش حرمتني من حنان الأم؟ من شان شو؟ من شان أناديتك كرمال المصاري والمركانات بتقتل أمي. ولك أنت شو؟ شو؟ ملعون أبو المال، ملعون أبو الطمع، ملعون أبو الدنيا كلها. والله من وقت ما عملت عملتي ما عم بقدر نام، الندم عم ياكلني أكل. سمعني يا أبو تحسين، النكران ما عاد يفيدك أبدا. ابنك تحسين اعترف بعظمة لسانه إنك أنت اللي قتلت لأم تحسين مشان تاخذ مصاريها. عندك حلين، يا إما بتعترف بعظمة لسانك بهذا الكلام وبتخفف عن حالك العقوبة، يا إما نحن رح نضطر نشحطك ونضل نقتلك لحتى تعترف، ساعتها نحن ما بنضمن لوين توصل المحاكمة. مزبوط، أنا بعترف أنا اللي قتلتها. أمينة ديري بالك على الأولاد، الله يرضى عليك، مالهم غير الله وأنت. تحسين ابني سامحني، أنا غلطت وصدقني ندمان كتير وضميري كتير كتير عم يأنبني. الله لا يوفقك يا أبو تحسين، لك كيف اجى من قلبك تقتلها لهالمره؟ كيف اجى من قلبك تقتلها لاختي ما بعرف. تحسين برضاي عليك تدير بالك على اخواتك. ما تحسين ما في داعي للحكي، امشي قدامي لانه ما بدي فوت العناصر لجوا يشحطوك. تفضل اطلع قدامي. الله يرحمك يا الله يرحمك. تحسين أنا والله العظيم ما بعرف إنه أبوك هيك عامل، ورب العزة لو كنت بعرف لا كنت تجوزت ولا كنت عشت معه. هلا هو صحيح أنا طماعة بحب المصاري وقسيت عليك شوي، بس والله قلبي طيب وبعزك الله يخليك، سامحني قبل ما خليكي خالتي، خليكي انتي واخواتي. تحسين شو عم تعمل؟ خالتي هذول اخواتي، مالهم غيري بهالدنيا. الله يرضى عليك يا رب ويحننك على اخواتك، ما ضاعت التربايه فيك يا تحسين. لكن هذا تحسين ابن اختي دريه، شفتوه؟ لا تعرفوا مين تحسين. لك روح الله يرضى عليك رضا قلبي وربي. الحمد لله هلا الحق بان، الحمد لله يا ربي الحمد لله.
عن حقك تحبني كل هالحب لك كريم؟ لك انا بحبك، لك انا بموت عليكي، واي شيء بتطلبيه بتعتبريه اوامر. تؤمر قلبي، والله وانا بحبك كثير. والله انا مصدق لما الله بقى هيك يجمعنا ببيت واحد نقعد انا وياك بهالليل ونقعد نتسامر ونفصفص بزر ونشرب شاي ونقعد نحكي لوش الصبح. ابن عمي بدي اسالك سؤال. سليمي يا روحي. هلا نحن بس نتزوج وين رح نسكن؟ وين اسكن يعني؟ ببيتي. ايه قصدي انه ببيتك ولا ببيت امك؟ شو الفرق؟ يعني بيتي ولا بيت امي؟ هو نفس البيت. ايوه تقبرني بس خلص شغلك، لا تنسى تمرق، امي عاوزتك في قصه. ايه على عيني وراسي انتي وامي. مين على الباب يا ربيعه؟ يا مو هذا كريم خطيبي. وليش موقفتي على باب الصاق؟ خليه يفوت. خلص مرت عمي انا بخلص شغلي وبيجي لعندكم. اهلا وسهلا فيك، انت ما اجيت. شنو انا مشتاق لك خيرات الله؟ ها تشتاق لك العافيه. تقبرني. تقبري عدوينك. يلا بدك شيء؟ سلامتك تقبر قلبي، دير بالك حالك. اشتاق لك. وانا كمان. يلا فودي فودي. يا الله يا حنان يا منان يا رب العالمين. ها الله يسعد لي صباحك يا مو. صباحك تقبرني. شو هالروايح الحلوه؟ رايح لعند خطيبتك ما؟ ايه والله يا مو رايح لعندها. امانه برابتك قومي معي. لا ما بدي اروح. وروح انت لحالك وانبسط. يا علي ما علي، انا ما بنبسط غير وانت جنبي وفوق راسي ومعي بكل لحظه. تشكل قاسي، الله يرضى عليك. لك يا مو الله وكيلك، انا ما بسوى شيء من دونك. الله يرضى عليك، أنا بدي إياك أفرح فيك وشوف أولادك. اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. يعني شو رأيك تستعجل بالعرس؟ جاي على بالي شوف ربيعة عم تتفتل عندي بالديار. هانت يا مو هانت، قبضتك وساية. الله يرضى عليك يا رب. اللهم آمين، ولا يحرمني من دعائك بجاه سيدنا محمد. الله يرضى عليك ويفتحها بوشك، وإن شاء الله بتمسك التراب يقلب ذهب بإيديك. يا رب يا رب من تمك لبواب السماء. الله يرضى عليك يا روحي، الله يرضى عليك. يلا بالإذن منك يا مو. الله معك يا مو. السلام عليكم. حفيظ أمرك، الله معك. يا رب يا رب. أهلين يا مرت عمي. يا ميت أهلين وسهلين. الله يخليلك. أهلين ابن عمي. أهلين يا روح ابن عمي. الله يسلم لي عنك عنك يا روحي عنك. هدي ها سلم ايديك حبيبتي. سلم ايديك. تفضلي مرت عمي تفضلي. يعيشوا يا رب. ايه صهري امتى قررتوا تعملوا العرس؟ عن قريب ان شاء الله مرت عمي، عن قريب. ايه تقبرني، لازم عن قريب، لانه بيني وبينك انا ما بحب الخطبه اللي بتطول. والله معك حق يا مرت عمي، والله معك حق. حتى امي ها امي قالت نفس الكلمه. ايه الله يرضى عليك. وفي موضوع ثاني كمان بدي احكي معك فيه. مريني. مشان السكنة. شبه السكنة؟ كريم انت بتحبها لربيعة ما ورايدها ورايد سعادتها. معلوم معلوم مرت عمي. بصراحة هي خجلانة تقول لك. خير شو في ربيعة؟ كريم ربيعة مو هاين عليها تتركني لحالي وتروح تسكن بغير بيت. وين تسكن بغير بيت؟ ليك بآخر الحارة العشر حجر. يعني بيني وبينك تقبرني ما فيني شوف بنتي ساكنة بابنة بعيدة عن عيني. شو يعني ما بدك تتجوز؟ لك لا ايوه شو ما بدي اياها تتجوز، بس بدي تجوا لهون تسكنوا عندي. لك شو هالحكي يا تاج راسي، يعني مو حلوة قدام الناس يقولوا عني صهر بيت، مو حلوة بنوب. لك انقطع لسانه اللي بده يقول، انت صهري مثل ابني، شو هالحكي؟ ايه بس كمان يعني مو حلوة اترك امي تعيش لحالها. ايه ما فيها شيء، اهلا وسهلا تيجي تسكن معنا. لا يا مرت عمي، امي مستحيل تطلع من بيتها وتيجي تعود هون. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني انا هذا اللي عندي. شو مرت عمي؟ شو يا ربيع؟ ايش كان انا ما سكنت معكم؟ تفوز الجوازه؟ والله يا كريم انا ما عندي غير الحل. احكي ربيع شو بكي ساكته؟ شور شور امي كريم. يعني انت مع هذا الحديث؟ ايه ايه صهري هي مع هالحديث. وأنا مستحيل أترك أمي مرت عمي. فكروا منيح ردوا لي خبر. نحن فكرنا تقبرني، يعني الموضوع بالنسبة لنا محسوم، أنت فكر. وأنا مستحيل أترك أمي. السلام عليكم. وعليكم. عادي. اتركي لك اتركي بكرة بيرجع لحاله. صحيح
مستحيل اترك امي. يبعث لك حماش مدلعتية. زعلان ومهموم؟ لأنه يا مو أنا كل شيء كنت حاسم حسابه إلا أنه حماتي تصر أني أنا أعيش معها وتجوز عندها بالبيت. وهو هيك رح يصير يا مو؟ يا مو أوعك تفكري أنه أنا ممكن بدي أي حرمي عليك. قسما بالله نسوان الدنيا ما بتيجي عن كعب رجلك. أنا فيني أجيب 100 مرة بس ما فيني أجيب حضن دافي مثلك. الله يرضى عليك. والله أنا مالي زعلانة وأنا بدي إياك شوفك مبسوط ومرتاح البال. لا تاكلي همي يا مو، لا تاكلي همي. بكرة بروق وبنسى. يا مو بيت أم ربيعة قريب كتير وأنت بتطلع علي، يعني لا تنسى كمان أم ربيعة ما عندها غير هالبنت. شو الحكي يا مو؟ وأنت كمان مالي غيري. مثل ما عم قلك يا مو، انت بتعرف انه انا بكون مبسوطه لما انت بتتجوز ربيعه، حاببتها تكون حرمتك. انت عم تحكي هذا الحكي يا مو؟ ايه يا روحي. انا الله يرضى عليك. الله يخلي لي اياكي ويخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حب. يا ربيعة، كريم أفندي، ربيعة قوموا يا قليلين الذوق. خير مرت عمي؟ شو في؟ سلامتك تقبرني، سلامتك يا روحي. لك إنه أنت يعني ما بتستحي على دمك. شو عملت مرت عمي؟ صار لك شهر متجوز وقاعد بخلقتي، ولو شو هذا البيت بضل فاتح تمه للسما ما بده مصروف؟ طولي بالك علينا، كم يوم بطلع بشتغل استعتني عريس. يوه على مهلك تقبرني. لا لا تستعجل، يعني شهر شهرين ثلاثة معك وقت. لك شو هالحكي هاد؟ ما عندك دم انت؟ احمل حالك روح لقيلك شغلة. لا يا مرت عمي ما حبيتها منك بنوب. لا تحبها تقبرني، ما حدا طالب منك تحبها. ربيعة وليه؟ ايه يا مو؟ شبكي من الصبح ليش ضايجة؟ سلامة قلبك تقبريني، سلامتك، خليكي مرتاحة متسطحة. ليش انتي تقبريني بكير؟ لسه بكير ما ورانا شي. لك تضرب الساعة اللي جوزتك فيها وحطيتكم بوشي ايه؟ حقيني وليه؟ شوفي شو بهقمي من الصبح؟ شو بيعرفني؟ مين جاي لعنا كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رايحة شوف مين؟ لك تعي وين رايحة؟ شو ما في رجال بالبيت؟ أنا رايح أفتح وأنت شوفي أمك أحسن ما تفضحنا. يا الله يا الله. أهلين يا مو. أهلين أهلين تقبرني، اشتقت لك. الله يخلينا. الله يرضى عليكم. وأنا كمان. كيفك أنت ومرتك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله رب العالمين. الله يديمك يا رب. ربيعة، يا ربيعة أجت أمي. يا الحمى إن شاء الله، شو جابها هي المضروبة هلا؟ يا مو أهلين مرت عمي. أهلين بمرت عمي، أهلا وسهلا حبيبتي. أهلين بقامتك، هيك ما بتسألي الله يسامحك، سرقتي مني ابني وهربتي؟ يوه، إيش وسارقين منك خاتم سليمان ولا مال قارون تقبريني؟ والله ابني ما بيتدقل بمال الدنيا كلها. صح، مزبوط، معك حق. أمو ليلاقي ياكل بالأول، إيه عايش على حسابي، كأنه ابنك فهمان الجواز غلط ما؟ الله عليك يا مرت عمي، شو ملايكتك خفيفة وبتحبي المزح. لا ما عم بمزح، عم بحكي جد أنا. أيوة إذا حبيبك عسل لا تلحسه كله. يا مو. إيه مرت عمي خلص، بنحكي بهاي القصص بعدين. إيه يا مو أنت هيك عايش؟ يا مو بس صلي على النبي. لا ولا كلمة ما بدي اسمع، أنا رايح على بيتي ودايمة على القهوة يا أم ربيعة. صحتين يا مو. بس خليني اتركني. خلص يا مو. يو قال عم تضربنا بحجارة، يعني إنه ما سقيناها قهوة.
يا مو شو هذا اللي عم تعمليه؟ بدك تخربي لي بيتي انت مشان الله. شو؟ ما سمعت حبيبتي، بيت شو؟ ليش انت عندك بيت لحتى ينخرب؟ لك هذا بيتي، لك مجنونه وانا عم بصرف عليكم. محقي ان شاء الله. يا على قامتي وقامت حس. الله يسامحك يا ابني، شو هالعيشة؟ تارك امك وقاعد عند امها الشرشوحة. لك يا حوينة الترباية فيك، يا حوينة الترباية فيك. يا ربي دخيلك، ليش؟ ليش يا ربي ليش؟ يا مو يا مو، انت شو بدك فيني؟ ليش لحقني؟ أبو انا بعرف شو بدك تقولي، كل كلمة بدك تقوليها معك حق فيها، بس أنا بحب لربيعة وما بقدر أعيش من دونها. إيه؟ أنت بتحب لربيعة وما بتقدر تعيش من دونها، وأنا أنا بتقدر تعيش من دوني؟ لا لا يا مو لا، عندي إياكي بالدنيا كلياتها. روح يا مو، روح لعند مرتك، بس أنا بدي أنصحك نصيحة، بعمرك لا تخلي مرة تزلك ولا تخليها تحسسك إنك أنت مالك رجال. روح اشتغل وطالع مصاري وارفع راسك قدامه وقدام مرتك. أمرك يا مو أمرك. وأوعك تفتكر إنه أنا بدي حطك قدام خيارين، يا أنا يا مرتك، هاي حياتك وأنت حر فيها، والله يسعدك ويهنيك يا مو. الله يخلي لي إياك يا مو. الله يرضى عليك. الله يسعدك ويهنيك. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حب. ربيعة. أهلين ابن عمي. أهلين يا عيوني. ليش تأخرت؟ آخ والله هلكني معلمي بالشغل، شغل كان فوق راسي. الله يعطيك العافية يا حق. جبت لي المصاري؟ مصاري؟ مشان شو؟ ونسيان كمان، كريم ما قلت لك بدي مصاري مشان عرس بنت عمتي؟ والله معلمي ما عطاني. هي أكثر من شغلة بطلبها منك وما بتلبيني، طيب أنا مرتك شو هالعيشة يا كريم؟ والله يا كريم انت عم تقصر بحقها كثير لربيعه، وهيك ما بيمشي الحال معي. حماتي هي القصه بيني وبين حرمتي. وحرمتك حبيبي بتكون بنتي، وانا ما بيهون علي شوف بنتي زعلانه ومقهوره وحدا مقصر عليها. واسكت. مشان هيك انا قلت لك بدنا نسكن عند امي بالبيت مشان ما تشوفيها زعلانه ومقهوره. ايوه بدك تاخذ راحتك بالبنت عند امك طبعا مشان انا ما اشوف شيء. مرت عمي اللي بده يتحش مناخيره بين البصله وشرتها ما بينوبه غير ريحتها. أنا عم بتحش مناخيري؟ حمل حالك ونقلع من بيتي يلا. عم تقلعيني من البيت؟ يا مو حمل حالك واطلع يلا. ايه ماشي. ربيعة ضبي بيشتك وتعي معي يلا. لا سيدي بنتي مو رايحة معك. شو يعني؟ يعني فهمها مثل ما بدك تفهمها، حمل حالك أنت وروح لحضن أمك. عم تخربي بيت بنتك؟ يا هي بيت هاد تقبرني، ليش عندها بيت لحتى ينخرب؟ يا مو مشان الله. ماشي أنا رايح لحضن أمي الدافي. أحسن من بيتك البارد المسقع. روح روح الدفا يلا روح. كريم داعي لهون، شو بدك فيه؟ ينقلع أصلاً هذا ماله رجال. داعي تبريني، شو بدك فيه؟ والله ما في بعد حضنك الدافي يا مو. خير يا مو شبك؟ أنا غلطت، غلطت إني سكرت عند حماتي. ليش في شي جديد؟ هي أنت عم تشتغل وعين الله عليك. حماتي وقفت لي على الدائرة وعم تتحش مناخيرها الطالعة والنازلة هيك لحتى خربت حياتنا. وعك تقلي طلقتها لربيعة؟ هي هيك بدها يا مو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من عمي ابن عمي انا بدي اياك، ما بدي نتطلق. الله يخليك ابن عمي. وامك؟ تركتها تركتها، ما بدي انا، ما بدي اخرب بيتي، ما بدي اتركك.
يا مو حرمتك آدمية وبنت أصول. مرت عمي، أمي بدها تخرب لي بيتي وأنا ما بدي أتطلق، بدي جوزي. لا تاكلي هم، أنا رح أحكي مع أمك وإن شاء الله بيصير خير. الله ما يحرمني من الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويخليكم لبعض يا رب. الله يخليكي ياكم.